السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم بإذن الله راح نحضر كيكة التسع ملاعق، الكيكة الخفيفة والبنينة الاقتصادية بحجم عائلي بدون خلاط كهربائي. النتيجة رائعة كما راكم تشوفوا، خفيفة بنينة. نبدأ الوصفة تاعنا بسم الله. نحتاج للكيكة تاعنا 9 مغارف كبار زيت، مع 9 مغارف كبار نتاع فرينة، و9 مغارف كبار حليب. نحتاج 2 حبات بيض، و1 كيس خميرة كيميائية. نحتاج 9 مغارف كبار سكر عادي، وملعقة صغيرة فانيليا، ونحتاج حبيبات الشوكولاتة ولا نرحيو الشوكولا كمية قليلة. نبدأ الوصفة تاعنا بسم الله. نفقس 2 حبات البيض في إناء، نزيد الحبة الثانية، ونضيف لهم 9 مغارف نتاع السكر العادي، ملعقة الأولى الثانية، والتاسعة الأخيرة. نزيد نضيف ملعقة صغيرة نتاع لافاني، ونخلط مليح السكر نتاعنا مع البيض حتى داك السكر بدا يذوب. نزيد نضيف 9 مغارف نتاع الحليب، دوكا نزيد نضيفو 9 مغارف كبار نتاع الزيت، 1 2 3 4 5 6 7 8 و9 الأخيرة. نخلطو مليح الحليب مع البيض والسكر والزيت مع ملعقة صغيرة نتاع لافاني حتى نحسو هداك السكر دابلنا في المكونات. دوكا نضيفو 9 ملاعق نتاع الفارينة، ملعقة الأولى، ثانية، ثالثة، ونصفي الفارينة نتاعنا. نزيد ريعة، الخامسة والستة، نصفي، وفي الآخر نزيد المغارف اللي قعدونا يعني 9 ملاعق عفوا، ونضيف الخميرة الكيميائية. ونصفي. دوك نخلط بواسطة الخلاط اليدوي مليح في المكونات اللي خلطناهم، وصفة سهلة اقتصادية بسيطة. نزيدو نضيفو حبيبات الشوكولاتة ولا شوكولا مرحية كمية قليلة فقط راح تعطيها ذوق رائع. بهالطريقة حتى يولي هكذا الخليط.
كنت حضرت المول نتاعنا، درت له زبده والفارينه، نفرغ الخليط نتاعنا وندخله الفرن 160 درجه، والكيكه تاعنا راهي جاهزه كيما راكو تشوفوا، قلبتها في الطبسي ودوكا ندير لها التزيين نتاعها. كنت حضرت شوكولاته للطلاء، راح ندير لكم فيديو خاص بشوكولاته لتزيين الكيكات في الايام القادمه، وحطيت لكم الوصفه في الأعلى، يعني نحضروها نديرو فنجان كاكاو مع فنجان نتاع السكر العادي، فنجان حليب، ونخلطو بالميكسور ونطلعوها بالفنجان تاع الزيت حتى تولي هكذا تقيلة كي شغل مايونيز، حتكون كل ما تفرغوا عليها الزيت كل ما تطلع لكم هكذا كيما راكو تشوفوا، النتيجة رائعة. نزينو بها الكيكات من الفوق. والتزيين يبقى اختياري، كنت زدت بالملعقة صغيرة هكا بالطرف شوكولاتة الطلاء، الملعقة كيما راكو تشوفو، ودرت خطوط هكا مائلة فوق الكيكة نتاعنا. والتزيين يبقى اختياري، يعني تحبو تخلوها هكذاك فقط بشوكولاتة الطلاء من الفوق، ونزيد نضيف لها من الفوق عندي شوية لوز كنت حمصته ورحيته كإضافة فقط لتزيين الوجه نتاع الكيكة نتاعنا هكذا بهذه الطريقة. تحضير الكيكة نتاع اليوم جد سهل وبسيط، مش راح يشد الوقت، والنتيجة رائعة كما راكو تشوفوا. والكيكة نتاعنا راهي جاهزة، إن شاء الله تعجبكم، جربوها. رايحين نقسموها نشوفوا الشكل النهائي من الداخل. نقسم الكيكة مازالت الشوكولاتة من الفوق ما نشفتش، يعني تقدروا تدخلوها في الفريجيدار شوية تشد روحها. وها هي الشكل النهائي نتاع الكيكة تاعنا، رائعة، حتكون خفيفة بزاف بنينة. كيما راكو تشوفو وفي الأخير نقولكم إلى اللقاء إلى وصفة أخرى بإذن الله وشهية طيبة.